نبغي نبشر الناس اللي ربما كانوا ما كيتصوروش ان هذه السيده تكون متسامحه، ليس مع الذين تجمعهم بها علاقات ديال الخير والتعاون، هي متسامحه مع الذين آذوها أو يؤذونها. ووصيتها هي هذه الوصية، وأنه المسامحة والتسامح. كتقول لي لالا سمية رحمة الله عليها، أنا بغيت نلقى الله تعالى بلا حساب، ما بغيت نوقف مع حتى شي واحد في شي محشر ولا في شي ميزان، بغيت ندوز مباشرة للجنة، وبغيت نمشي بقلب سليم وصدر سليم. فالحمد لله الذي وهب هذه الأخلاق ديال التسامح والقلب السليم. فسأل الله تعالى أن يتغمد برحمته الواسعة، وأن يجعل إن شاء الله على المقابر المسلمين وفي هذه الأيام المباركات أن تكون إن شاء الله رحمة مباركة عليهم، وأن يتغمد الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.